بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أشياء كثيرة تفعلها كثير من النساء تجعلها ملعونة، تجعلها ملعونة مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى، وتجعل صلاتها لا تقبل. تعالوا، أنا كنت قلت أشياء كثيرة قبل ذلك، نقولها تاني ونراجع ونضيف أشياء جديدة. كنت قلت لحضراتكم قبل كده، المرأة اللي تكشف شعرها أمام الرجال في الشوارع ملعونة، ملعونة مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعن هذه المرأة. المرأة اللي بتكشف شعرها أمام الرجالة في الشارع ملعونة. المرأة اللي بتكشف شعرها صلاتها لن تقبل. والأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث كثير رواه الإمام الطبراني في المعجم. أحاديث كثيرة قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا تقبل صلاتها حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتغطي شعرها. هتصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ولن تقبل الصلاه، لانك ملعونه حتى تتوب. المراه اللي بتكشف شعرها ستعلق من شعرها في النار. والاحاديث رواها الامام عبد الملك بن حبيب من كبار علماء التابعين بسند صحيح في كتابه الادب، ادب النساء. وكل الكلام ده نشرته قبل كده بالتفصيل. المراه اللي بتلبس البنطلون او الجاكيت لبسه الرجل ملعونه، مطرودة برحمة الله سبحانه وتعالى حتى تتوب. المرأة لا يجوز لها أن تلبس هدوم فضفاضة واسعة، تلبس ما تلبسه النساء، لكن تلبس بنطلون، تلبس جاكيت، لا يجوز شرعا. المرأة اللي تحلق الحاجب وتحط مكانه خط ملعونة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لعن الله الواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. المرأة اللي بتحلق الحاجب وتحطه دي ناقصة ملعونة، لأن ده تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، اعتراض، مش عاجبها خلقة ربنا، فهي بتبتكر حاجة من عندها، فجعلت نفسها إلها وخالقا. فاللي ما يعجبوش خلقة ربنا سبحانه وتعالى ويغير فيها جعل نفسه إله، يبقى ملعون وعلى حافة الكفر. كل الحاجات دي تبطل الصلاه، تجعلها لا تقبل، يعني مش هنقول بطلها، لكن تعالى تصلي صلي لا تقبل صلاته. ايضا المراه اللي بتركب رموش ملعونه، زي ما بتستعمل كتير من الستات. المراه اللي بتركب عدسه لاصقه في عينيها عشان تغير لون عينيها، مش عاجبها ان اللون عينيها سودة، عايزه تبقى زرقاء، عايزه تبقى خضراء، ملعونه، الا اذا كان عندها ضعف نظر، ده موضوع تاني. المراه اللي بتنفخ شفايفها ملعونه. المرأة لو لبست باروكة حتى لجوزها ملعونة. واحدة من الأنصار راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: جوز بنتي عايز بنتي تركب شعر على شعرها عشان يعني هو اللي هيطلقها، قالت له: هتطلق يا رسول الله؟ قال لها: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني إيه المستوصلة؟ يعني اللي تركب، اللي بتركب واللي بتركب لها، اللي بتشيل الحاجب واللي بتشيل لها. يعني النساء اللي بتشتغل في المسائل، اللي بتشتغل في الحاجات دي، اللي بتساعد النساء، هي اللي تحلق لها الحاجب وتركب لها خط او تعمل لها او تركب لها ضوافر، هي كمان تشريكه وهي كمان ملعونه. عشان كده قال الواصلات والمستوصلات. فالمراه اللي بتركب تنفخ شفايفها ملعونه، المراه اللي بتنفخ خدودها ملعونه. المراه اللي بتضرب الوان مش عاجبها لونها، تبقى بيضه تقول لك انا زهقت من اللون الابيض، تروح عامله لون زي ما بتعمل كثير من الفاسقات الممثلات والمغنيات، تروح عامله لون برونزي او لون غيره، ملعونه. الورقه المستوشمه او الواشم اللي بتدق وشم على دراعها او صدرها، او حتى ترسم بس مجرد الرسم، لان يعني ده تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، مش عاجبها لون جلدها فبتعمل عليه زواق، زي ما كثير من الفاسقات بتعمل، النساء بتعمل. تركيب الاظافر، المراه اللي بتركب ضوافرها تبص تلاقي ضوافر قد كده، تروح تركب ضوافر وتشيلها، ملعونه. ده مشكلة بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان كل تحت كل ظافر شيطان، والعياذ بالله. الشيطان عنده قدرة على التشكل، بيكبر ويصغر في الحجم، عنده قدرة انه يخش جوه الظفر. شو قد ايه؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده في الحديث. يعني انت شايلة 10 شياطين في ايديك. المرأة اللي بتركب بتكبر اردافها ملعونة، عشان تفتن الرجال. الا كان في عيب خلقي في الصدر او في الارداف، معلش عيب خلقي، يعني حجم صغير جدا اكتر من اللازم،
يقل عن المتوسط اكثر النساء. في الحاله دي يبقى في سبب خلق، في سبب عيب خلقي، معلش، لكن ما فيش عيب خلقي وعايزه تكبرهم عشان بشكل معين، تخليهم بشكل عشان تفتن الرجال، ملعونه. اسمع، الرجال، راجل بيلبس حلق ملعون، راجل بيلبس انسيال في ايده ملعون، راجل بيلبس سلسله ملعون، الراجل اللي بيعمل شعره ضفير ديل حصان عامله ضفيره زي النساء ملعون لانه بيتشبه بالنساء. المرأة، الرجل اللي بيحلق اللحيه بنعم شعره، لذلك كما قلت قبل ذلك، لان وهذا راي العلماء، جمهور العلماء سلفا وخلفا، بدايه من الائمه الاربعه الى الان، العلماء الراجل اللي بيحلق شعره وشعر دقنه وينعم شعره ووشه بيتشبه بالنساء، ده مخنث كما قال جمهور العلماء، الامام الشافعي والامام وفاسق. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيرد شهاده اللي بينت في لحيته، عارف يعني ايه بينت في لحيته؟ بياخد منها بعض شعرات، بيرد شهادته، يعتبره فاسق، مردود الشهاده، سقط الاهليه. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس منا من لم ياخذ مشاربه، ليس منا من لم ياخذ مشاربه، ما ياخذش من الشارب بتاعه بعض شعرات، ده مش منا، مش مسلمين. فبالكم بقى باللي بيحلق اللحيه. لا يجوز للراجل انه يلبس شورت، ده الرجاله بتروح تلبس شورت في الجيم، يلبس في الجيم يلبس في شورت ويبقى افخاذه، الفخذ عوره. وهذا من الكبائر. طبعا كل الحاجات اللي انا قلتها دي كثير جدا من النساء للاسف الشديد بتعملها. فاذا كنت بتكشفي شعرك، بتحطي ضوافر، بتحطي رموش، بتحطي عدسات لاصقه، بتنفخي، بتعملي، بتركبي الوان، توبي الله سبحانه وتعالى قبل ما تركبي، بتحطي باروكه. المراه لا يجوز لها انها تحط باروكه حتى لجوزها في البيت، لان ده تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ف درس ده هام جدا جدا، ريت تنشروا هذا الدرس، لان واللي تعرف حد، واللي يعرف حد بيعمل كده من النساء والرجال يحذروا، لان اذا الموت جه فات الاوان، مفيش توبه، مفيش غير النار والعياذ بالله. قول قولي هذا، استغفر الله.